منور، صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم. اهلا صباح بالسلامه. الخير يا رب. انا عايز ابدا معاكي، اكيد انتي متابعه السوشيال ميديا وبتشوفي الكاريكاتير والكوميكس اللي بتنزل ان هيئه الارصاد الجويه قالت لنا ده الجو هيبقى حلو واحنا لقيناه مطره. فاحنا خلينا بقى مع حضرتك وحضرتك معانا النهارده، قولي لي هو ايه الحكايه؟ ايه اللي خلانا يبقى في امطار في الفتره دي ويبقى في ارتفاع في ايام؟ ايه السبب يا دكتوره منور؟ هو احنا طبعا الاول خلاص بدأنا فصل الربيع اللي معروف دايما بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ويمكن احنا كنا قايلين ان يوم الحد الماضي هيكون في حالة جوية من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية. هي كانت حالة جوية سريعة نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا على محافظات الجمهورية العدة، وكان مذكور ان في امطار طبعا في محافظات الجمهورية، في مناطق حصل فيها سقوط امطار، في مناطق الاخرى ما حصلش فيها سقوط امطار. ودي طبيعة الحالات الجوية، دايما هنلاقي في اماكن بيحصل فيها مطر واماكن ممكن ما يحصلش فيها امطار، وكانت الامطار موجودة كمان من شمال البلاد يعني من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، واختلفت كمية الامطار من منطقة للثانية. يعني في مناطق زادت فيها كمية الامطار بشكل كبير وتساقط معها حبات البرد اللي هي الكرات الثلجية، وده كان طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. امس الحالة الجوية تحسنت بشكل كبير وتلاشت فرص سقوط الامطار، يعني هي كانت حالة جوية سريعة. اليوم متوقع ان احنا نبدأ نتأثر بمصادر الكتل الهوائية مختلفة، وده طبيعي جدا زي ما قلت في الأول. فصل الربيع، الربيع دايما معروف بالتغير في الحالة الجوية من يوم للتاني، يمكن احنا حتى كمان في اليوم الواحد بنشوف الفصول الأربعة أحيانا. بس الجو بيبقى برد قوي بالليل يا دكتورة منار، يعني هل ده طبيعي ان درجات الحرارة يعني احنا رجعنا تاني نحس بالبرودة الشديدة، ده طبيعي؟ ده كمان طبيعي لان احنا فصل الربيع يعتبر من الفصول الانتقاليه اللي بينقلنا دايما من الانخفاض في قيم درجات الحراره بتاعه فصل الشتاء للارتفاعات في فصل الصيف. فهنلاقي النص الاول من فصل الربيع بيكون لسه في بعض سمات فصل الشتاء، زي انخفاض قيم درجات الحراره فترات الليل، زي تساقط الامطار اللي ممكن نلاقي لسه كمان، ممكن نلاقي تساقط الامطار في الايام اللي جايه وفي الشهر اللي جاي كمان. ده طبيعي جدا ان احنا نشوف امطار لحد نهايه شهر خمسه كمان. كمان لان احنا الربيع دايما معروف كده ان في منخفضات جويه ممكن تبقى موجوده، ممكن يبقى معاها تساقط للامطار في سلاسل جبال البحر الاحمر او الصعيد او حتى كمان المحافظات الشماليه. بالاضافه كمان معروف برياح الخمسين، الرياح دايما معانا منخفض خمسيني، اتربه ورمال مصاره، دايما ده التوزيعات الضغطيه مشهوره في فصل الربيع وخاصه كمان في النص الاول من فصل الربيع. هنيجي على النص الثاني من فصل الربيع هنلاقي قيم درجات الحراره بدات تتجه نحو الارتفاعات لانه بياخد بعض سمات فصل الصيف. احنا بنسجل في فصل الربيع اعلى درجه حراره على مدار العام كله، واحيانا درجات الحراره بتوصل لل 45 عظمى على القاهره الكبرى، لكن ما بنحسش بيها زي فصل الصيف، ودايما بنقول الصيف هو ارتفاع قيم درجات الحراره عشان نسب الرطوبه تكون منخفضه. طب دكتوره منار، انا عايزه اسال حضرتك، احنا دلوقتي احنا ليوم الاحد احنا عندنا ارتفاع في درجات الحراره، حضراتكم توقعتوا كده، طيب بعد يوم الاحد هل ممكن نرجع تاني للانخفاض بشكل الدرجات اللي احنا شفناها على مدار اليومين اللي فاتوا؟ وارد جدا، هو مش هنرجع تاني من يوم الاثنين، مش هنرجع تاني، لكن وارد جدا لحد نهايات شهر أربعة ان يحصل مره اخرى انخفاضات في قيم درجات الحراره زي اللي شفناها امس او اول امس. نشوف انخفاضات في قيم درجات الحراره، نشوف تساقط للامطار، ده بناكد عليه، وارد جدا. الربيع دايما بيحصل فيه تغير كده من يوم للتاني، يعني احنا ممكن نلاقي في الاسبوع ارتفاع ملحوظ ونلاقي انخفاض ملحوظ ونلاقي فيه تساقط الامطار، ده طبيعي جدا في فصل الربيع. وزي ما قلت مع حضرتك مع النص الاول من فصل الربيع اللي هو بيمتد معانا لمنتصف تقريبا شهر خمسه، احنا عندنا الارتفاعات هتبدا اليوم نتيجه الكتل الهوائيه الصحراويه وكمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فهنلاقي مفيش اي سحب مؤثره تحجب اشعه الشمس، فبالتالي هحس بارتفاع قيم درجات الحراره. ذروه الارتفاعات يعني الايام اللي هيكون فيها ارتفاع ملحوظ قيم درجات الحراره بكره الاربع والخميس، عندنا الاربع والخميس العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 30 الى 31 درجه مئويه، وده اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 7 ل 8 درجات. يعني احنا المعدلات الطبيعيه في الوقت ده ما بين 23 24، احنا اعلى من المعدلات الطبيعيه. وبعدين مع يوم الجمعه ترجع تاني ال 26 وال 25، ده طبعا هيكون طقس معاها دافي، لكن فتره الذروه هيكون الطقس حار فتره النهار، يعني بكره وبعده الطقس هيكون في ارتفاع ملحوظ في الحراره، طقس حار فتره النهار. فترات هيبقى في اتربه بقى؟ هيبقى في اتربه في الفتره اللي هي دي ولا لا؟ مفيش عشان مرضى الجيوب الانفيه والامراض الصدريه، هل هيبقى في اتربه؟
هيبقى في أتربة بس في مناطق معينة، يعني احنا اليوم متوقع ان يكون في نشاط لرياح مثير للرمال والأتربة، لكن في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم، دي المناطق اللي هيكون فيها أتربة. كمان هيكمل معانا الأتربة بكرة كمان إن شاء الله على غرب البلاد. الأيام اللي بعد كده إن شاء الله مش متوقع ان هي تمتد للمحافظات الداخلية، بس برضو لازم نقول ان ممكن يحصل تغير سريع في خرائط الطقس، عشان كده احنا دايما في الهيئة العامة للأرصاد الجوية دايما بنحدث النشرات الجويه بصوره يوميه، دايما عندنا تنبؤ كمان ممكن يكون تنبؤ لحظي، يعني قبل اي حاله جويه دكتور ممكن منار بعد اذنك دكتور منار بعد اذنك الناس بقى خلاص احنا يعني قربنا على العيد وعيد الفطر، كل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين طيبين، الناس تنزل تشتري لبس العيد بقى لنفسها ولولادها وكده، وبيكونوا محتارين جدا في الفتره دي، فتره محيره جدا، نشتري صيفي نشتري شتوي هنشتري ايه، خصوصا ان اليومين الجايين زي ما حضرتك قلتي في ارتفاع كبير في درجات الحراره، فده هيدي احساس للناس خلاص الصيف جه، فيبتدوا ينزلوا يشتروا لبس خفيف جدا، يجي عليهم العيد يلاقوا برده الجو لسه برد، فحضرتك نصايحك ليهم ايه؟ احنا طبعا هنقول دايما النصيحه المهمه في الفتره دي ان احنا حتى لو اضطرينا ان احنا نخفف فتره النهار مع ارتفاع قيم درجات الحراره، حتى لو موجودين في الشارع فترات الليل لسه فيها بروده، وفترات الليل حتى لو قيم درجات الحراره اتحسنت لسه هحس بالبروده وهحس بانخفاض قيم درجات الحراره، فعشان كده احنا بنأكد لسه الملابس الشتويه او على الاقل تكون الشتويه الخفيفه معايا فترات الليل، فانا لو هنزل اشتري ملابس لفتره العيد فانا يفضل الملابس اللي هي بتبقى ملابس خريفيه، ملابس اقرب للملابس الشتويه لا يعني لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، انا بشكر حضرتك انا بشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا على وجودك معانا.